أهلا بكم. اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات الجزائرية باعتقال عشرات الناشطين وقادة الحراك المؤيدين للديمقراطية، وطلبت المنظمة السلطات بالإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطين الذين اعتقلوا بتهم مثل تهديد وحدة البلاد وإضعاف الروح المعنوية للجيش، ولم توجه لبعضهم تهم حتى الآن رغم مرور أشهر من الاعتقال. الحملة المحمومة التي تشنها السلطات الجزائرية لاعتقال ناشطي الحراك وقياداته رأتها منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان محاولة من جانب السلطة المؤقتة في الجزائر لإضعاف المعارضة. المنظمة اتهمت السلطات الجزائرية باعتقال العشرات من نشطاء الحراك منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي، والذي يسبق الانتخابات الرئاسية المزمعة في 12 ديسمبر كانون الأول المقبل. ومن أبرز قادة الحراك الذين خضعوا للمحاكمة الأخضر بورقعة من المحاربين القدماء، وعبد الوهاب فرساوي رئيس جمعية تجمع عمل الشبيبة، وهو مسجون في سجن الحراش مع 9 أعضاء آخرين من الجمعية. والمعارض البارز كريم طابو الذي اعتقلته المخابرات العسكرية في سبتمبر أيلول الماضي بعد مشاركته في وقفة احتجاجية، أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وسمير العربي ولفيف من الناشطين. المعتقلون يحاكمون بتهم مثل تهديد وحدة البلاد والتراب الجزائري، وذلك بعد رفع بعض المتظاهرين أعلاما أمازيغية، وكذلك تهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش. وترى منظمات حقوق الإنسان أن إجراءات السلطة الجزائرية ضد ناشطي الحراك لا تعكس التزام السلطة بتعهداتها في التحول الديمقراطي للسلطة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان أبريل الماضي، بالرغم من أن الجيش يقبض بيد من حديد حتى اليوم على مجريات الأمور في الدولة الجزائرية. السلطة الوطنية مستقلة. قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى حركة التشاور في الشخصية التي سيتم ترشيحها لرئاسة الحكومة، وقد تم تداول أسماء عدد من الشخصيات الوطنية. وقال الهاروني في مؤتمر صحفي للكشف عن نتائج اجتماع مجلس الشورى في دورته 33 إن الشخصية التي تم تزكيتها ستلتزم بمبادئ حركة النهضة وخطة عملها. وأكد الهاروني أن الشورى قد ناقش اختيار مرشح من بين 10 أسماء مطروحة. حسمت هوية رئيس الوزراء المقبل لكنها لم تفصح عنه. رفضت حركة النهضة الإعلان عن اسمه قبل عرضه على الرئيس لتكليفها بتشكيل الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور، وقالت فقط إنها اختارته من بين 10 أسماء كانت مطروحة على مجلس الشورى. عندما نعلم السيد رئيس الجمهورية بهذه الشخصية فنجم وقتها نتحث فيها على مستوى الرأي العام، وزاد كذلك احنا حريصين باش هذه الشخصية تحظى بقبول لدى الشركاء متاعنا. انتخب نفسه وغادر. غادر زعيم النهضة راشد الغنوشي الجلسة العامة ليعود إليها رئيسا للمرة الأولى في تاريخه. لم يحسم الصندوق وحده هذه النتيجة، بل إن مفاوضات الساعات الأخيرة أفضت إلى تقارب مفاجئ بين الخصوم. قبلت النهضة العمل مع حزب قلب تونس ومد هو يده للمشاركة في الحكومة. نفضل أن يكون معناها فريق رئيس فريق العمل المستقبلي للحكومة شخصية اقتصادية بالأساس، شخصية تكون معناها مستقلة، وخاصة وزارة السيادة يقع تحييدها. في السياسة كل شيء ممكن، ليس هناك عدو أو صديق دائم. فالمقربون من خط النهضة الثوري قدموا شروطا تقول إنها مجحفة، لم تجد بديلا غير التقارب مع واحد من أشد خصومها في انتظار الإعلان عن مرشحها لرئاسة الحكومة. حينها سيتحدد من سيحتكم إلى المعارضة ومن سيختار الحكم بأعبائه ومسؤولياته. قال الرئيس الراحل الباجي قيد السبسي في السابق إن النهضة والنداء خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا لكنهما تحالفا.
وتبادلت حركة النهضة وقلب تونس قبل زمن قريب الاتهامات بالفساد والإرهاب، لكنهما تقاربا. بين حزب قلب تونس اليوم ونداء تونس بالأمس تشارك في الاسم وتقاطع في حجة الاتفاق مع حركة النهضة هي إكراهات الصندوق والسياسة. بسم الدعاسي، العربي، تونس. عودة إلى الجزائر، وتعليقا على موضوع تقرير منظمة Human Rights Watch والاعتقالات في الجزائر، ينضم إلينا من العاصمة الجزائر وليد بن جرون، عضو حزب جبهة التحرير الوطني والباحث السياسي. سيد بن جرون، كيف قرأت تقرير Human Rights Watch عن الاعتقالات للمعارضين في الجزائر قبل الانتخابات؟ أولا مساء الخير لك وللمشاهد الكريم. ثم أعود إلى سؤالك. أعتقد أن هذه المنظمة كان الأجدر بها أن تنوه بسلمية الحراك الجزائري، وأنه في تاريخ العالم العربي المعاصر لا يوجد رئيس استقال بدون سفك للدماء إلا في هذه الظاهرة التي حدثت عندنا في الجزائر. فالأمور كانت جد سلمية جدا، وكان هنالك توافق ما بين مطالب الشعب الجزائري وما بين مؤسساته الدستورية التي طالب فيها رئيس الأركان المجاهد القايد صالح آنذاك في بداية الحراك الشعبي السلمي، وليس هذه الحركات التي نشهدها الآن. فالحراك صار حركات. قال قائد الأركان حينها خلينا في موضوع تقرير المنظمة سيد وليد، بغض النظر عن رأيك في هذه المنظمة. نعم سيد وليد، نعم، أليس هناك اعتقالات فعلا بتهم؟ نعم فعلا سمعنا عنها في دول عربية أخرى مثل المس بسلامة الوطن وإضعاف الروح المعنوية وإلى ما إلى ذلك. نعم سيدتي الكريمة، هذه الاتهامات موجودة على أرض الواقع، وقد امتعض الشعب الجزائري قاطبة الأحرار منه والشرفاء الوطنيين من تصريحات الكثير من المسجونين الآن. فمنهم من وصف الجيش الوطني الشعبي الوحيد الذي لم يعترف بالكيان الصهيوني ولم يسمح بإقامة قواعد عسكرية، وصفه هؤلاء بالميليشيات، وهو جيش أكبر بلد عربي وإفريقي، وتشهد كل المنظمات ومراكز البحث باحترافيته. وصفه هؤلاء لأغراض سياسية من أجل الإيقاع ما بين الشعب الجزائري ومؤسساته الدستورية إلى المجهول، فكان جزاؤهم العدالة، وهذا ما يعاقب عليه القانون الجزائري. خاصة أننا نعيش اليوم حروب من الجيل الخامس التي تقودها الدول الكبرى، حروب خبيثة تعتمد على تفعيل وتجنيد الكثير من الأحزاب والإعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الفيروسات ونشر حتى الأمراض الجنسية. بعض هؤلاء سيد وليد لم توجه لهم أي اتهامات. نعم. بالأصل نعم لا سيدتي، تصريحاتهم هي أكبر شاهد على ذلك، تصريحاتهم وتصرفاتهم كذلك، وما خفي أعظم. تصريحاتهم مثل ماذا؟ أن يكونوا ضد الانتخابات؟ القانون الجزائري الشفاف. ألا يمكن أن يكونوا ضد الانتخابات؟ ألا يمكن أن يعبروا عن رأيهم دون التعرض لأي قمع؟ لا دعيني أجيبك سيدتي، دعيني أجيبك. الذين هم ضد الانتخابات موجودون منذ الاستقلال، ومن هنالك من لا يؤمن أصلا بالانتخابات، ولم يكن هنالك أي مشكل أبدا. لكن المشكل الآن هو وقوع هؤلاء الذين تعاطفت معهم Human Rights Watch كما أنهم أبطال حرب، وهم في الحقيقة مجرد بيادق في يد الحركة الصهيونية، ينطقون بما تمليهم عليهم فرنسا، وهذا موثق وموجود بالدليل كذلك عند وكلاء الجمهورية في المحاكم الجزائرية. أنا أتكلم إلى هذه المنظمة وأقول: لماذا لم تتحرك عندما قمعت السلطات الإسبانية المطالبين بالانفصال؟ ولماذا لم تتحرك عندما تعرضت السترات الصفراء للقمع وتعرضت الصحافة الفرنسية للقمع؟ نحن نناقش الآن الموضوع بما يخص الجزائر سيد وليد. هذه المنظمة قالت إن الاعتقالات جزء من نمط يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة. نعم. حقيقة ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 من ديسمبر المقبل. يا
يشهد الكثير من الخبراء ومن المحللين في العالم العربي بأن ما تعيشه الجزائر هو حالة استثنائية وفريدة من نوعها في حرية العمل الديمقراطي. رأينا تصريحات لا يمكن أن نسمعها في بلد عربي آخر وحتى أوروبي. رأينا حرية مطلقة في التظاهر، في التجمع، في التعبير، في الصحافة. رأينا كل هذا إلا أن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذه المنظمات باتت واضحة وليست فقط لنا. قلت لماذا لم تتحرك هذه المنظمات عندما قمعت حقوق الإنسان في أوروبا؟ نعم. شكرا جزيلا لك وليد بن قارون، العضو في جبهة التحرير الوطني والباحث السياسي من الجزائر.